أعلنت مملكة البحرين في بيان لها قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر حفاظا على أمنها الوطني وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد مع استكمال تطبيق الإجراءات اللازمة. جاءنا البيان التالي: استنادا إلى إصرار دولة قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة، فإن مملكة البحرين تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر حفاظا على أمنها الوطني وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد مع استكمال تطبيق الإجراءات اللازمة، كما تعلن غلق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر خلال 24 ساعة من إعلان البيان، وإذ تمنع حكومة مملكة البحرين مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، فإنها تأسف لعدم السماح للمواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما تمنح المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوما لمغادرة أراضي المملكة تحرزا من أي محاولات ونشاطات عدائية تستغل الوضع رغم الاعتزاز والثقة العالية في إخواننا من الشعب القطري وغيرتهم على بلدهم الثاني. إن الممارسات القطرية الخطيرة لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط، إنما تعدته إلى دول شقيقة أحيطت علما بهذه الممارسات التي تجسد نمطا شديد الخطورة لا يمكن الصمت عليه أو القبول به، وإنما يستوجب ضرورة التصدي له بكل قوة وحزم. ومع أسف مملكة البحرين لهذا القرار الذي اتخذته صيانة لأمنها وحفاظا لاستقرارها، فإنها تؤكد حرصها على الشعب القطري الشقيق الذي يدرك معاناتنا وهو يشهد مع كل عملية إرهابية سقوط ضحايا من إخوانه وأهله في البحرين بسبب استمرار حكومته في دعم الإرهاب على جميع المستويات والعمل على إسقاط النظام الشرعي في البحرين. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الأستاذ حمد العامر المحلل السياسي. بعد التحية سيد حمد، ما هي قراءتك لما جاء في مضمون بيان مملكة البحرين؟ أهلا وسهلا بكم. حقيقة البيان واضح جدا، وهناك حقيقة تراكمات أدت إلى هذا البيان. نعم. ولكن ما أريد أن أقوله حقيقة وهو أن مجلس التعاون سيظل الركيزة المهمة من ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو طبعا الحصن الحصين الذي يحمي استقلال دول المجلس وكياناتها وحدودها. وأثبت ذلك فعلا عندما قامت الحرب العراقية الإيرانية وغزو صدام حسين للكويت وحرب تحرير الكويت وحماية البحرين ومنشآتها الحيوية أمام الأحداث المؤسفة في عام 2011، وما تلا ذلك طبعا من أزمات الربيع العربي الذي أسقط العديد من الأنظمة العربية. ليظل مجلس التعاون متماسكا وثابتا أمام كل هذه المتغيرات، وهذه هي النقطة المهمة التي أعتقد تشكل الدعامة الأساسية لأمن دول المجلس. نعم. ما جرى هو في الحقيقة تراكم لأمور أعتقد أنها وصلت إلى نقطة عدم الثقة. هناك حالة من عدم الثقة،
بين دول المجلس وقطر، وهي تحتاج فعلا إلى إعادة ترميم من جديد. الموقف الراهن حقيقة أيضا العلاقات الخليجية لا يحتمل استمرار هذه القيوم الداكنة التي تضللها. أعتقد أن الروابط الأخوية والتاريخية والتلاحم الشعبي والتقارب العائلي بين الأسر والقبائل العديدة في البحرين وقطر والسعودية والكويت يعني كلها فقلها شيء واحد، وهو تراث عريق من التساند والتكاتف والإحساس العميق بوحدة الأمال والأهداف والتحديات والمصير. نعم، تبقى عندنا هنا مسؤولية دولة قطر حقيقة في أن ما يجري حقيقة لما قامت به يهدد أمن واستقرار وسيادة دول المجلس ومصالحهم. نعم، ولكن سيد حمد، إخفاق قطر في التزامها بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة هي كانت من أهم الأسباب للوصول إلى هذا القرار، قرار مقاطعة قطر. ماذا تقول في ذلك؟ طبعا أنا طبعا أقدر أقول لك أن عدم الالتزام قطر حقيقة لهذه التعهدات والالتزامات، يعني قبل أن ندخل في موضوع الخلاف الذي صار بين دول مجلس التعاون وقطر في نوفمبر 2014، نعم، كان هناك طبعا خلاف، وكانت هناك قطع سحب سفراء الدول الثلاث، وكان هناك اتفاق شمل عدد من البنود والالتزامات المهمة. ليس هذا فقط، هناك أيضا مثل ما يقولون النظام الأساسي لمجلس التعاون يحدد الكثير من الالتزامات بالنسبة لدول المجلس جميعها. هذه في الحقيقة يعني عدم الالتزام فيها، وخاصة أمام الخطر الأكبر التي يواجه المنطقة بالنسبة لإيران التي حقيقة استطاعت أن تمد نفوذها وسيطرتها على العديد من الدول العربية، واستطاعت أن تكرس الطائفية والمظلومية في سياسة بشعة استغلت فيها مبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. هذه العلاقات التي كانت تربط بين دولة قطر وبين مجموعات من مثل ما الإرهابيين الذين سببوا كثيرا من يعني القلق في البحرين وعدم الاستقرار فيها، وكانت يعني سببا رئيسيا حقيقة لما أدت إليه قرارات مملكة البحرين طبعا وقرارات كل من السعودية والإمارات. ولكن سيد حمد، قطر لم تتعلم من الدرس الأول خاصة بعد سحب السفراء، ولكن هذه الخطوة التصعيدية للحفاظ على أمن مملكة البحرين والسعودية والإمارات وغيرها، هل سوف تكون يعني رادعة لقطر، خاصة وأنها تروج للفكر الإرهابي في العودة مجددا إلى الحضن الخليجي؟ أنا أعتقد لابد من مراجعة دقيقة والبحث حقيقة في أسباب الخلاف والتي أصر أنها هي حالة عدم الثقة التي يجب على قطر أن تصحح مسارها بالنسبة لدول المجلس، نعم، وتعيد الثقة فيها، لأن التصرفات التي قامت بها والتي ذكرتها هي من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الحالة والوصول إلى هذه النقطة. أصبح الآن ما في ثقة في أي تصرفات تقوم بها دولة قطر، لأنها لا تلتزم بتعهداتها. نعم. الموضوع هو يعني لما يأتي إلى كيان واستقلال وسيادة وتدخل في الشؤون الداخلية يصبح يعني يتكرر مرة ومرتين وثلاث، إذن ليست هناك ثقة في العلاقات، إذن هذه العلاقات لا تسير في طريقها الصحيح، ولا نعم. بد في هذه الحالة من أن يكون هناك البحث الجدي في النظر في كيفية معالجة هذه النقطة عند الكلام عن عودة العلاقات بين دول مجلس التعاون وقطر. لا بد من مراجعة أولا بند الاتفاق، نصوص اتفاق نوفمبر 2014. عذرا لضيق الوقت، الأستاذ حمد العامر المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
في ذات السياق أعلنت المملكة العربية السعودية الشقيقة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية كافة. وأضاف البيان أن القرار اتخذ نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا وطوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين. كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بما فيها إمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية خلال 24 ساعة ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي لعمل الدوحة المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها المباشر وغير المباشر. من جانبها أعلنت جمهورية مصر العربية الشقيقة قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية. كما أعلنت الحكومة اليمنية قطع العلاقات مع قطر متهمة الدوحة بدعم الجماعات المتطرفة في اليمن. وأشارت الحكومة اليمنية تأييدها لقرار التحالف بإنهاء مشاركة القوات القطرية. كما أعلنت ليبيا قطع علاقاتها مع دولة قطر لاعتداءاتها المتكررة والعديدة على الشعب الليبي لطالما أغضب قطاعات عريضة من الشعب الليبي. كما أعلنت جزر المالديف قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. هذا وقد أنهت قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مشاركة قطر في التحالف لدعم الشرعية في اليمن بحسب بيان. وحسب وكالة الأنباء السعودية قرر التحالف إنهاء مشاركة دولة قطر بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب ولدعمها تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة وداعش وتعاملها مع الميليشيات الإنقلابية في اليمن، مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب. جاء قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد فاصل من مراحل التأزم في العلاقات بين دول عربية عدة بين النظام وبين الدوحة تتابعت حلقاتها سريعا في الفترة الأخيرة. وضع هو الأسوأ في تاريخ قطر السياسي بعد النهج الذي اتخذته ضد دول الجوار وصبرت عليها إلى أن بلغ السيل الزبا، إلا أنهم لاقوا من هذه الدولة ما لا يحتمل الصبر عليه، فقد أصرت قطر على استمرارها بكل تزمت في زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة والتدخل في شؤون البحرين الداخلية على وجه الخصوص، مع استمرارها في استخدام أذرعها التصعيدية والتحريضية الإعلامية دعماً للإرهاب وللإرهابيين وتمويلاً للجماعات التي يرتبط بعضها برأس حربة الإرهاب في المنطقة والعالم إيران، وذلك للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين وغيرها في انتهاكات صارخة لكل الاتفاقيات والمواثيق والمبادئ الدولية دون مراعاة مبادئ حسن الجوار أو احترام بديهيات العلاقات الخليجية، وهو ما أودى بقطر إلى أبعد نقطة التقاء دبلوماسية، وهي قطع العلاقات التي أعلنت عنها مملكة البحرين وتلتها كل من السعودية والإمارات ومصر وليبيا واليمن وغيرها من الدول. فبعد هذه الخطوات غير المسبوقة في تاريخ مجلس التعاون تقع قطر الآن على طريق وعر جدا غير سالك، وغالبا سيكون موحشا خارج الصف الخليجي. فبهذا تكون قطر قد تنصلت عن دورها الخليجي الأخوي وأصبحت بعد إجراءات قطع العلاقات كمن قامت عليه الحجة بعد أن أشاروا عليه من منطلق الوحدة الخليجية مرارا وتكرارا أن يصلح، ولكنه أبى أن يصلح. لم يكن قطع العلاقات الدبلوماسية هو الإجراء الوحيد، بل أخرجت من التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن هي وقواتها وما تبقى لها من جنود في المنطقة بسبب دعمها وتعاملها مع التنظيمات الإرهابية الأخطر في المنطقة، تنظيم داعش الإرهابي بكل دمويته وتنظيم القاعدة الإرهابي، لتكون الدوحة
خنجرا في ظهر التحالف العربي انتزعه ليواصل طريقه الواضح. البحرين والسعودية والإمارات ومصر واليمن وليبيا وغيرها دول اتخذت قرارها، وهو قرار حازم وصريح بقطع العلاقات الدبلوماسية وما تبعها من غلق للأجواء أمام حركة الطيران وأقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر، وهو ما يضع الدوحة في معزل من جهة الشمال والجنوب والغرب، علاوة على منع مواطني هذه الدول من السفر من وإلى قطر. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي الدكتور علي الخشيبان. أهلا بك سيد علي. طبعا كما شاهدنا في التقرير بأن الممارسات القطرية لم يقتصر ضررها على مملكة البحرين فقط، إنما تعدت إلى دول شقيقة، مما أسفر طبعا عن قطع العلاقات مع قطر. في أي سياق تضعون هذا التحرك؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اعتقد انه يعني لابد من قراءه هذه الازمه التي تمر بها منطقه الخليج وقطع العلاقات في اتجاهين. الاتجاه الاول وهو التاكيد على ان البعد الخليجي يعني يظل هو بعد تاريخي موحد، ولكن هناك بعض التصرفات التي تعكر هذا التوحد بين الشعوب. وأعتقد أنه يعني الأزمة مع قطر تتبلور في السلوك، وهو السلوك السياسي الذي تتهجه قطر، وخاصة منذ عقدين من الزمن. وأعتقد أنه هذا هو لب المشكلة، ليست المشكلة بين الشعوب أو حتى في التاريخ بين هذه الدول، إنما المشكلة تكمن في السلوك السياسي الذي لم يكن متناغما مع المنهج الخليجي الذي نذر على نفسه التعاون والتكاتف منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي وقبل إنشاء مجلس التعاون الخليجي. فهذه اللحمة بين دول الخليج لم يكن من السهل أن تشق هذه اللحمة بهذه التصرفات وهذا السلوك المرفوض، وخاصة أنه يعني السياسة بطبيعتها لا تؤخذ على أنها مؤامرات أو حياكة خداع وغش. السياسة بطبيعتها للذين يفهمونها هي تقاطعات ومصالح مشتركة بين الدول تحقق الدول غاياتها وأهدافها بعيدا عن التدخل في شؤون الآخرين أو إيذاء الآخرين. ولكن دكتور علي طبعا تحدثت عن سلوكيات سياسية، ولكن العلاقات القطرية الإيرانية إلى جانب إخفاق قطر في الالتزام بالمعاهدات الدولية وأيضا ترويجها للفكر الإرهابي، هذه تعتبرها مجرد سلوكيات؟ ولكن كيف ننظر لتحركات قطر في المنطقة وما هي الخيارات الآن أمامها لعودتها مجددا إذ أرادت إلى الحضن الخليجي؟ أنا أقول دائما، أنا أقول يعني إنه هذا السلوك مرفوض تماما. نعم. هذا 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 التناقض، وأنا أعتقد إنه يعني مكاسب قطر في اصطفافها مع الخليج أضعاف مضاعفة مكاسب اصطفافها مع أي جهة أخرى غير دول الخليج. فلذلك أنا أعتقد إنه يعني لا شك إنه الجميع عقلا ومنطقا يخطئ قطر في هذا الجانب، وخاصة أن تجاوزات كثيرة جدا جدا وصلت إلى التدخل في الشأن الداخلي لمملكة البحرين أيضا. ونعم، وهذه يعني رأيناها في البحرين وكما جاء في البيان السعودي أيضا وفي اليمن، هذه كلها مرفوضة. ولكن هذا لا يعني أن السبل قطعت، لا، بالإمكان التصحيح، ولكن التصحيح يجب أن لا يكون على الطريقة السابقة والقديمة التي كانت الثقة موجودة فيها بأنه يمكن من خلال التعهدات أن تلتزم السياسة القطرية بمسار صحيح. اليوم لا، الأمر مختلف جدا، بأنه الخطوط الحمراء يعني وصلت إلى الأزمة، وصلت إلى الخطوط الحمراء التي لا يمكن التراجع عنها. هذا ما يجب على الإخوة في قطر والأشقاء في قطر إدراكه، بأن الحضن الخليجي لازال مفتوح لهم، ولكن يجب أن يكون هناك التزام كامل وواضح
وحقيقي، ويبدأ برفض الإرهاب والتدخلات والتخلي عن رعاية الجماعات وإدارة القلاقل في المنطقة. في هذه الحالة ستكون قطر أو ستعود قطر كما كانت إلى الحضن الخليجي، ولكن بالنهاية أنا أقول أنه فعلا هذه التصرفات مرفوضة لأي دولة بأن تتدخل في شؤون دول أخرى وتؤذيها، سواء في البحرين أو في السعودية أو في الإمارات أو حتى في عمان أو في أي مكان في العالم. نعم. وما بالك أن يكون هذا أخ لك أو يعني أحد المنظومة الخليجية. فعلا يجب أن ينبه وأن يوضع أمام الطريق الصحيح وأن يختار الحل الصحيح، وإلا يتحمل النتائج التي سوف تترتب على هذه الخطوة. نعم، من الرياض المحلل السياسي الدكتور علي الخشيبان، شكرا جزيلا لك.